جزاك الله خير شيخ. أنا بفضل الله وكرمه أجرينا ماء صدقة لأبي وأمي وهم أحياء. الحمد لله. الحمد لله، هذا فضل من الله. فهل أخبرهم لإدخال السرور على قلبيهما والدعاء لي أو لا أخبرهم؟ أخبرهما، مع علم أنه المكان الذي أجرينا فيه الماء لا يعلمه أي أحد منهم، يعني هم في دولة والمكان في دولة ثانية. أخبرهما. جزاك الله خير. حياكم.